ربنا معاكي. مش انت مش عايزه اي حاجه؟ لا مش عايزه اي حاجه يا ماما. طب. بس انا كنت عايزه اطلب منك طلب. قولي يا حبيبتي. بصي يا ماما، انا بصراحه كنت عايزه بابا يوصلني الدرس بعربيته يا ماما. ابوكي النهارده يا امنيه بيقول لي ان هو عنده مشوار مهم جدا جدا جدا، واقف قدام المرايه عمال يسرح شعره، وقام الصبح كوى القميص بنفسه، ده باين عليه عنده مشوار وهيقابل ناس مهمه جدا. يعني يا ماما المشوار ده اهم مني؟ يا بنتي تبقى لي ساعتين قدام المرايه. ماشي يا ماما. ماشي يا حبيبتي. انا هروح الدرس بقى. ماشي، بس انت اهم حاجه خلي بالك من نفسك وتمشي على رصيف، ما تمشيش في نص الشارع، فاهمه ولا مش فاهمه؟ حاضر يا ماما. ماشي حبيبتي، خلي بالك من نفسك. يلا حبيبتي، مع السلامه. مع السلامه. شوف اللي قدام المرايه ده. ايه ده يا امي؟ في ايه يا مك؟ مش دي عربيه ابوكي برضو؟ ابوكي بيحب يا امنيه وكاتب على العربيه لاف وراكنها بعيد البيت يا امنيه عشان محدش يشوفها. ابوكي بيحب يا امنيه، انت عارفه ابويا عمل زي ابوكي كده بالظبط، وراح زوق العربية وكتب عليها لاف وراح ركنها بعيدة علشان محدش يشوف. وايه؟ فوجئنا بالليل اللي ابويا اتجوز على امي. لا يا رب يا امنية تكون مرات ابوكي طيبة. يا مكة لا، بابا ما يعملش كده ابدا. لا طب ما احنا قلنا كده يا حبيبتي، قلنا ابويا ما يعملش كده وعمل يا حبيبتي، ما تخافيش يا حبيبتي. الله الله، ايه اليوم الحلو ده؟ ايه ده ايه ده؟ ايه النشاط وايه مالك محلو كده؟ في ايه؟ انا مش فاهمه. وبرفان ايه ده بقى؟ قول لي بقى انت رايح فين بالظبط بقى؟ والله عندي مشوار مهم قوي قوي قوي. القميص ده ما بيطلعش غير المشاوير الغاليه، رايح فين؟ رايح مشوار، اما اجي اقول لك. بجد؟ بجد. طب ما تقول لي دلوقتي قبل ما تمشي، ما كده كده هتقول لي. لا اما اجي اقول لك. ايه ده؟ المهم ربنا معاك وربنا يقويك يا رب. ربنا يخليك. كده حلو كده؟ زي القمر. عسل يا ناس. لا يا مكة، بابا بيحب ماما انا عارفه. طب ما احنا قلنا كده، قلنا ابويا بيحب امي. انت عارفه يا رب تكون مرات ابوكي طيبه. عارفه ليه؟ علشان ابويا اتجوز ومرات ابويا طلعت شرير، كانت كل شويه تسخن ابويا عليا ويديني علقه وعلقه. يا مكة انا همشي بقى. يا مكة انا همشي. رايحه فين يا امنيه؟ انت رايحه فين؟ مش رايحه فين؟ التليفون، تليفونك فين؟ اهو طلعي التليفون وصوري وروحي وري الفيديو دوت لما ما تسكتيش يا امنيه. اصور؟ ايوه صوري. طب ماشي. صورته. كاتب على العربية لف يا أمنية، كاتب على العربية لف. بس أنا واثقة إن بابا ما يعملش كده. لا طب ما إحنا كنا واثقين إن أبويا ما يعملش كده وعمل. والله أنا همشي، أنا همشي. العريس وصل. بسم الله ما شاء الله يا اخويا، البدلة هتاكل من عليك حتة. بجد والله يا هاني؟ اه والله يا اخويا. ربنا يخليك يا حبيبي. ربنا يخليك يا اخويا. الله يبارك فيك يا حبايبي. ايه ده، مين ده يا هاني؟ ده كيمو صاحبي. كيمو صاحبك؟ اه. ازيك يا كيمو؟ الحمد لله، الف مبروك. الله يبارك فيك. ممكن تصورني شويه انا واخواتي؟ ماشي. تعالوا يا حبايبي. يلا يا اخويا. بص هنا يا فتح الله، بص هنا. صورتكم. حبيبي. اكلم بقى باشمهندس احمد. خلاص ماشي يا اخويا. الو باشمهندس احمد. تمام والله انا جاهز. خلاص تمام، شكرا جدا والله، ربنا يخليك. سلام. يا فتح الله، ايه الحلاوه دي؟ البدله هتاكل منك حل حته، انت زي العسل. انت طول عمره زي العسل. مستعجل كده على الباب. امنيه؟ ايه يا امنيه حبيبتي، رجعتي من الدرس ليه؟ هقول لك يا ماما. مالك يا حبيبتي، في ايه يا ماما؟ بصي انا اهدي اهدي بس، في ايه بالراحه؟ رجعت من الدرس عشان بصي عايزه اوريكي حاجه. وريني يا حبيبتي، في ايه اللي حصل يا امنيه؟ بصي الفيديو، بصي عربيه بابا مكتوب عليها لاف. ايه ده يا امنيه؟ بابا هيتجوز ابوكي؟ أوه. أبوكي يا أمنية؟
ايوه انا كنت رايحه مع مكه صاحبه الدرس وقالت لي برضه بابا يعمل كده واتجوز بالليل. احمد ايوه تعالي. ابوكي استاذ احمد. ايه هي في حاجه ولا ايه؟ فهمني بقى انت رايح فين بالظبط، عرفني ايه الموضوع. قلت لك يا ايه لسه من شويه رايح مشوار مهم ومهم قوي كمان. مشوار مهم؟ ايوه. المشوار المهم ده بتقف له ساعتين قدام المرايه وبرفان والقميص الحلو الجميل اللي بتحبه والعربيه مزوهله وكاتب لي عليها لف بالورد الاحمر. انت شفتيها؟ يا سلام. ايوه هتتجوز عليا صح؟ هتتجوز عليا انا يا احمد؟ انا ناقصتك ايه؟ طب قولي عملت لك ايه وحش طيب يا احمد؟ قولي ايه اللي ناقصت فيه في البيت هنا؟ منقصك حاجه؟ طب لو مرأة ناقصك حاجه قولي غير من نفسي. لو في حاجه غلط فيا ليه تعمل كده فيا يا احمد؟ انا عملت لك ايه يا احمد؟ انتوا كلكوا كده رجاله مالكوش امان، والله مالكوش امان. الله يسامحك يا بابا. انا زعلانه منك قوي يا بابا ومش هكلمك تاني عادي. ليه بس يا امنيه كده؟ مش هتتجوز يا بابا يا انا يا احمد انا كده يا حبيبتي. مين اللي قالك ان انا هتجوز؟ بس انا قلت لك روح مشوار مهم، انا مش هتجوز. طيب هاتي يا بنتي، بص التليفون بتاع امنيه، هاتي التليفون. بص امنيه ورتني العربيه اللي انت عاملها كده يا حبيبتي. ما انا عارف، انا اللي عامله. اسمعني صاحبتها مكه ابوها عمل كده واتجوز بالليل. اتجوز بالليل انت لو تدخل عليا بالعروسه ولا اعمل ايه؟ ممكن تهدى عشان اشرح لك؟ اهو هديت اهو احنا عندنا في الشركه بتاعتنا. أيوة. عندنا فرد امن. أيوة. غلبان وعلى نياته. يا سلام. تمام. بعدين فالمهم انا فضلت، قال لي انا عايز البدله، جبت له بدله وزينت له العربيه، قلت افرحه واكبر بخاطره. بتكذب عليا والله. انا لا انت بتكذب. لا 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 ده كده هعمل لك ايه تاني؟ لا اصل فرد امن هتدخل بقى تلبس له القميص وتفضل ساعتين قدام المرايه. اما لو اخوك كنت عملت ايه؟ فضلت 5 سنين قدام المرايه. يا حبيبتي انا بعمل الحاجه ديت لله، فبحب اعملها بضمير علشان برضه يقول ايه؟ يقول لا ده مقدرني ولابس ومزين العربيه، ما يقولش كده جاي مجامله وخلاص. طيب هقول لك على حاجه، مش انت نيتك صافيه وسليمه؟ طيب خدنا معاك. فين؟ خدنا معاك. فين؟ خدنا معاك الزفه بتاعت الفرح اللي انت رايح. يا حبيبتي انا رايح ازف بابا وعيلته، واخدك معايا ازاي؟ يبقى انت بتكذب عليا وهتتجوز. والله هيتجوز يا ابني، ابوك هيتجوز. خلاص عايزين تيجوا معايا؟ هنيجي معاك. هتيجوا معايا. ماشي. بابا تعرف انا هاجي معاك ليه؟ عشان انا عايز اثبت لمكه صاحبتي اللي بابا بيحب ماما بجد، عشان انا لما قلت لها كده قالت لي برده، وانا بابا كان بيحب ماما وبرده اتجوز عليها. ما تكمليش يا امي، يا رب خيب ظني يا رب. طب اقول لك حاجه، يلا بينا. يلا بينا كده بالترنجات انت ربنا. هنروح كده مش مهم. يلا كده تشرب القهوه. يلا بينا. يلا عريس. انت محمد فرد الامن؟ الشياكة دي انا مفكرك هتروح الفرح بالبدلة بتاعت الامن. بدلة عليا؟ ده انت نضفت قوي. وايه ده؟ انا مش مصدق والله. باشمهندس احمد هو اللي جايب لي البدلة. بجد والله؟ جايب لاختي الفستان وجايب لاخواتي كمان البدلة. الله، ده انا بص جبت لك الطبلة وعامل حسابي. يا عم الفرح حبيبتي. مش انت جايه معايا؟ خلاص يا حبيبتي. ده لازم اجي معايا كمان. مين وغلاف؟ اتفضلي يا كابتن. وقلوب على العربيه. ايه ده؟ ماشي توزع حب. ماشي اركب. كده يا امنيه يا حبيبتي تزعلي من بابا؟ ايوه يا بابا. تعالي يا حبيبتي. افتح العربيه. يا ابو مسمار كفايه كده. ليه؟ اطلع بره عشان باشمهندس احمد زمانه جاي. ما زمانه جاي بقى. ايه ما تحللت ايه اللي انت عامله دوت؟ زعلان ولا ايه؟ عصباوي دم حامي، اه عكباوي دم حامي، عكباوي اهو فتوحه اهو فتح الله اهو فتوحه اهو فتح الله اهو فتح الله اهو اهو Oh,
يلا اطلع. الحقي يا ماما. في ايه يا امي؟ الحقي ده كمان. ايه ده؟ بص بوكي ورد برضه على شكل قلب وتقول لي فرد امني. يا نهار ابيض يا نهار ابيض. انا نفسي افهم في ايه؟ انا نفسي افهم كل ده عشان فرد امن. يا حبيبتي اهدي يا حبيبتي يا حبيبتي اهدي. انا هديت اهو هديت. انا معاك للاخر. قلت لك انا بقى مع اخي وهو غلبان. غلبان؟ اقول لك على حاجه، انا فاضل لي لحظه واكلم ابويا وامي والله العظيم انا مش متحمله. للدرجه دي كنت بتحبيني قوي كده؟ ايوه بحبك بس مش درجة تاني. ده قلوب 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 قلوب. انا عايز اقول لك على حاجه يا حبيبتي. انا لو فكرت اتجوز هقول لك تمام، انا ما بخافش وانا مش جبان. ايوه تقول لي. عارف لو قلت لي وصرحتني انا هجي اخطبها لك بنفسي وادخلها لك البيت معززه مكرمه. والله بتقولي ايه يا ماما؟ ما تكذبش عليا والنبي اعملها من ورايا. والله ما بكذب عليكي ماما. بتقولي ايه بس؟ كنت يا امي كده وكنت عندي الليله يا امي. دقايق دقايق واشوفه بعيني. طب يلا بينا يلا فرد امن. يا محمد ايه في الفستان بتاع بلاطه زي العسل؟ راحت اجرته مخصوص والواد مسمار لابس الجلابيه الجديده. ولا الجلابيه ايه يا تمام والله عقبال بلاطه ومسمار. الله يا عم الفرح فرحنا الفرح فرحنا الفرح فرحنا يا عم الفرح فرحنا الفرح فرحنا حبيبي. مبروك يا عريس. مبروك مبروك يا حبيبتي. انت عامل كل ده علشاني؟ امال ايه، مش انت العريس النهارده؟ ليله ليلتك يا عريس. ربنا يخليك يا هندسه. والمدام كانت رايحه مشوار هنا جنبنا قالت تيجي تبارك لك وامنيه بنتي كمان. على فكره يا عم بابا بيحبك قوي صراحه، على طول كان بيعمل اشكال فيك. انت جايب المدام وبنتك كمان؟ ايوه جايين يباركوا لك. امال ايه، ربنا يخليك. اقول لك الليله ليلتك يا عريس. الليله ليلتك يا معلم. ايوه صدقتيني بقى ولا لا؟ ممكن تكون اختي هي العروسة. انت بتتكلمي بجد؟ انا بهزر معاك والله بهزر معاك. انا عارفه يا احمد ان انت بتحبني وبتحب بيتك وعمرك ما تعمل كده. ربنا يخليك ليا يا حبيبي. ربنا يخليك برضه. زعلان بابا لسه؟ زعلان بابا؟ ربنا يقدرك على فعل الخير يا رب. ربنا يخليك. بص بقى انا هروح اخد امنيه بقى ونرجع البيت. خلاص خلاص قول لهم بقى احنا كان عندنا مشوار وخلعنا. طب انت بقى باركي لهم. يلا ماشي. من حق الكبير يتضيع. من حق الكبير يتضيع. عايزين باركوا لك بس احنا عايزين نروح مشوار. الف 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 مبروك يا عريس. ربنا يتمم لك على خير يا رب. الله يبارك فيكي وعقبال كده ما تفرحي ببنت حضرتك كده. ربنا يخليك يا رب. ربنا يخليك يا باشمهندس. هتجوز 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 عايز كله يبقى تمام النهارده فرح يا جدعان. عايز كله يبقى تمام. لقيتها ماشية مشيت وراها قلت لازم اعيش معاها. عارفين قلت لها ايه؟ بعد اذن سيادتك. انا معجب بسعادتك. ايوه بعد اذن سيادتك. انا معجب بسعادتك. يا عريس ايه مش عاوز تشوف العروسه؟ يلا اتفضلوا اتفضلوا اركبوا. يلا يلا اركبوا يا فضة فضة. يلا اركبوا اركب يا مسمار اركب يا صالح. يلا هتصالح هنا هتصالح هنا. اركب يا مسمار جنبي. يلا خش اركب ماشي. ربنا يخليك يا باشمهندس. حبيبي يا حاج والله العظيم انا هجيب لك دفء ودماغي والله العظيم. ليه ليلتك باشمهندس. انت نسيتوني يا باشمهندس. بقى عامل لك زفه ولابس بدله جديده يا باشمهندس وتسيبوني وتمشوا يا باشمهندس. ازيك يا امنيه عامله ايه؟ الحمد لله يا مك. الله طمنيني، مرات ابوكي حلوه معاكي ولا وحشه؟ لا يا حبيبتي انا ما عنديش مرات اب، انا عندي امي حبيبتي وبس. وبعدين انا عايزه اقول لك على حاجه، بابا ده احسن واحد في العالم كله. بابا ده احسن اب في الدنيا كلها. عشان يا حبيبتي
بابا يا انا ما اعملش شبه باباكي وروح اتجوز واحده تانية، يعني بابا يسيبنا انا وماما عشان يروح يتجوز واحده؟ ها لا، انا بابا عمره ما يخليني ابات بس بعيطه ولا زعلانه، بابا بيحبني قوي وبيحب ماما. بابا يا بقى ملوش دعوه باباكي خالص، باباكي ده حاجه تانية، وبعد كده ما تجيبيش سيره باباي على لسانك خالص، فاهمه؟ انا بابا ده حبيبي وبس. هقول لك في ايه بقى، الفرح ده ما كانش فرح بابا، لا ده كان فرح واحد صاحبه وهو كان عايز يزف، فهمتي؟ بعربيته بس كده. بابا ده احسن اب في العالم، بابا ده اغلى حاجه في عندي في الدنيا كلها، وانا وبابا احسن ناس في الدنيا، انا وبابا احسن ناس في الدنيا يا ماما. عندك سؤال تاني؟